هيميزه السنه دي انه احنا ابتدينا الورش المسرحيه بدري قوي. اللي هيميزه السنه دي استحداث مسابقه للتاليف المسرحي للعمل الاول. اللي هيميزه يمكن السنه دي ان احنا بادئين بدري قوي. فاتمنى يا رب ان شاء الله فعالياته يمكن السنه دي اكتر من السنين اللي فاتت. يعني احنا بنتكلم في حوالي 14 يوم في 37 عرض, وده برضو رقم يعني كبير شويه. المكرمين اللي السنه دي احنا يعني اخترناهم بعنايه. الدوره نفسها باسم الاستاذ عادل امام, ده عرس المسرح المصري, هو بيفتح كل الابواب للمواطن المصري ان يرى حصاد الموسم 2022 و2023 بلا مقابل مجانا, ويقدر يشوف الوان مختلفه ومتعدده من المسارح والرؤى المختلفه في المقدمه في مصر. اكتر حاجه مميزه هو الاحتفاء بعادل امام, لانه انا بشوف ان احنا نحتفي بنجومنا وخصوصا وهم عايشين, ده بيأثر علينا احنا وعلى نشاطنا وعلى حيويتنا. معايا مجموعه من الشباب اخترتهم, عملت مقابله شخصيه واخترت منهم مجموعه, وكنت حريص ان انا اختار اكبر عدد ممكن, لان دي خدمه مجانيه بنقدمها للشباب وخدمه ثقافيه وانسانيه مهمه. كنت موجوده النهارده في الندوه, اتبسطنا جدا, قد ايه حاجه رائعه ما حصلتش. احنا في الورشه, طبعا في ورشه الالقاء, احنا بنتعلم حاجات كتيره جدا, منها مخارج النطق ويعني ايه الالقاء ويعني ايه فن الالقاء. طبعا استاذ خالد علمنا منه حاجات كتيره, وهي اول حاجه ان الصدق يساوي الجمال.